جمالا يا رمضان، نورا يتلالأ بالقرآن. بركاتك كم تبني الإنسان بالطاعة فيك وبالإحسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. أهلا بكم يا جماعة في المحطة الخامسة من محطات رحلة عودة الروح. ماشيين مع بعض خطوة خطوة، ابتداء من خطوة عودة الأمل، ثم الخروج من التيه، ثم إن احنا نسترجع ذكريات بداية طريقنا واسترجاع روحنا الأولى، وإزاي نقارن مقارنة إيجابية مش مقارنة سلبية، ونعرف إن زي ما احنا مشتاقين نرجع لرب سبحانه وتعالى، رب سبحانه وتعالى مشتاق إلينا. اتكلمنا عن الروح وفهمنا الروح عبارة عن إيه وغذائها إيه وممكن تكون مشاكلها إيه. إن شاء الله يا جماعة هنبدأ النهاردة والحلقة اللي بعدها واللي بعدها ثلاث حلقات مهمين جدا عن ثلاث أمراض متدرجين بيصيبوا الروح. المرض الأولاني اسمه ضعف الإيمان، ثم مرض الفتور، ثم مرض الانتكاس، عافانا الله وإياكم. ثلاث حلقات مهمين جدا، لو حد بدأ ان هو بيشوف الحلقة دي دلوقتي لازم يهتم ان هو يشوف الثلاثة ورا بعض ومعاه الورقة والقلم ويكتب ويفهم كويس قوي. زي ما فهمنا الروح انظمها وغذائها وتعامل ربنا سبحانه وتعالى معانا، لازم نفهم بقى الإيمان. قبل ما نتكلم عن موضوع ضعف الإيمان نفهم ايه هو تعريف الإيمان في الشرع اصلا. صلوا على حبيبكم النبي صلى الله عليه وسلم. باختصار شديد جدا يا جماعة، الإيمان ثلاث حاجات مهمة جدا. الإيمان هو قول باللسان واعتقاد وعمل بالجنان اللي هو القلب، وعمل بالجوارح، أعمال فعلية. طيب بيزيد بإيه وبيقل بإيه؟ يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. تاني، يبقى باختصار الإيمان عبارة عن إيه؟ الإيمان قول باللسان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وده عشان ما حدش يقول بس إيه ده مش مهم أتكلم أنا ربنا عالم باللي جوايا، لا مهم إنك تتكلم وتذكر الله سبحانه وتعالى. غير كده عمل واعتقاد بالقلب، أهمية العقيدة وأهمية اللي أنت بتؤمن بيه، وده اللي أنت تتحاسب عليه مع ربنا سبحانه وتعالى يوم تبلى السرائر. طيب وإيه كمان؟ ما ينفعش انك تقول بص انا ربنا رب قلوب وانا اهم حاجة الايمان اللي ما بينه وبين ربنا، مش مهم بقى يظهر على شكلي، سيبنا من المظاهر، مش مهم الاعمال. الكلام ده غير صحيح وينافي معنى الايمان اللي فهمه وفهمه لنا علماء الامة، ولكن لازم هذا القول اللي باللسان والاعتقاد والعمل اللي بالقلب لازم يصدقوا أفعال الجوارح. إزاي العين تتغض ونغض بصرنا، إزاي اللسان ينطق بالحق، إزاي الإيد ما تعملش حرام، إزاي الرجل ما تمشيش للحرام. أي اضطراب في الدول يا جماعة هو اللي بيؤدي إلى اضطراب في الإيمان، فعشان كده قال لك إن الإيمان ده بيزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فعشان كده الحاجات اللي احنا عايزين نفهمها ونعرف إنها طبيعية جدا يا جماعة، إن الإيمان بيزيد وينقص، وده اللي علمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الإيمان يزيد وينقص. وزي ما شفنا في الحديث في البداية قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلو، أو إن الإيمان لا يبلى، يعني كأنه بيقدم زي التوب اللي بيبلى، يعني اسم الحلقة الثوب البالي. إن إزاي لما حد بيبقى جايب مثلا هدوم في البداية بتبقى هدوم جديدة وحلوة ومبسوط بيها في البداية، وبعد كده بتقدم فخلاص بيبقى غسلة ورا غسلة بتبهت وبتبقى دايما مش زي الأول، فده شيء طبيعي. فكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعلمنا إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فيبقى لازم نبقى عارفين إن طبيعي جدا جدا أي إنسان في طريقه الله سبحانه وتعالى يكون الإيمان في قلبه بيزيد وينقص، بيزيد وينقص.
يبقى ده طبيعي زي ما قال ابن القيم في مدرك السالكين إن لازم لابد من فترات في طريق السالكين، فترات قوة إيمان وفترات ضعف إيمان. المهم إنك لما يجي عليك فترات ضعف الإيمان دي ما تقعش، لا أقوم من تاني. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. يبقى أهم حاجة احنا عايزين نعرفها إن الإيمان طبيعي إنه بيزيد وينقص، ولكن إيه العلاج؟ اسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، إن الثوب البالي اللي موجود علينا دلوقتي الله قادر على إنه يجدده لينا من جديد. أحد الصالحات كانت تناجي الله بجوار أحد أقربائها وقالت يا ذلي بعد عزي، ويا فقري بعد غناي، ويا وحشتي بعد أنسي. فقيل لها ألي شيء فقدتيه؟ قالت وأي مصيبة أعظم مما أنا فيه، وأي مصيبة أعظم من فقدان القلوب وانقطاعها عن المحبوب، كان لي قلب ففقدته. كيف حال قلوبكم مع الله؟ من أجمل الأسئلة اللي كنت بسمعها في محاضرات الشيخ محمد حسين يعقوب. سؤال مهم جدا محتاجين نسأله لنفسنا كتير، ومحتاجين نتفقد بعض كصحبة وكناس بتتابع بعض ونسألهم أخبار قلوبكم إيه؟ زي ما سمعنا في الفاصل إزاي واحدة يعني بتحاول قدر الإمكان تحاول إنها تقول قد إيه هي في مأساة كبيرة جدا بسبب إنها حاسة إنها فقدت قلبها. فيا ترى أنت أخبار قلبك إيه؟ قلبك اللي هو موطن الإيمان ده. عايزين ننتبه يا جماعة في قضية ضعف الإيمان إلى إن في ثلاث مراحل مهمة جدا وخطيرة جدا إحنا بنمر بيها وبننحدر، كأن واحد يا جماعة بيطلع على جبل كده والمفروض إن هو يرتقي هذا الجبل ويطلع لفوق، ولكن قاعدة رجليه بتفلت 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 وهو لا ينتبه لهذا الأمر لحد ما هيلاقي نفسه عند سفح الجبل وهو مش حاسس. فعايزين نعرف مع بعض إيه الثلاث مراحل المرتبطين بضعف الإيمان، وكل واحد مننا يشوف هو في أنهي مرحلة فيهم عشان ينتبه وما يقعش في المرحلة اللي بعدها. أول مرحلة من المراحل دي يا جماعة هي الفتور في العبادات. المرحلة الثانية التوسع في المباحات واستثقال الطاعات. المرحلة الثالثة هي مرحلة الاستهانة بالمعاصي. واخدين بالكم يا جماعة؟ ناخد أول مرحلة، مرحلة الفتور في العبادات. قلنا إن بيبقى طبيعي مثلا في أول رمضان إنك يبقى عندك همة عالية جدا وإنت في بداية رمضان وسخن وهكذا، أو في أيام عشر ذي الحجة تيجي بعد كده تلاقي مستوى الإيمان بيقل بيقل بيقل، حتى لما كانت المساجد مفتوحة تلاقي في أول فجر رمضان ده المساجد مفتوحة الأخيرة، بعد كده العدد بيقل بيقل بيقل، كذلك التراويح الناس كلها فرشة بره، بعد كده الناس بتقل بتقل بتقل. فده طبيعي جدا، تلاقي بعد رمضان في العيد صلاة الظهر تلاقي صفوف قليلة جدا اللي فيها. فعشان كده يا جماعة من الحاجات اللي احنا عايزين ننتبه ليها نقطة انك بيحصل فتور عن العبادة، دي اول مرحلة. انك كنت بتصلي مثلا الظهر وقبليه 4 ركعات سنة وبعديه 2 أو 4، دلوقتي بقيت يا دوب بتقوم تصلي الظهر، فتعرف ان انت دي مرحلة ضعف ايمان. انتبه ليها بقى وابدأ اعرف ازاي تستدرجها وتتداركها عشان ما تقعش في المرحلة اللي بعدها. المرحلة اللي بعدها بقى، المرحلة اللي بعدها يا جماعة التوسع في المباحات واستثقال الطاعات. يعني ايه؟ عندنا حديث مهم جدا يا جماعة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يفقهن أو لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يحوم حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمة، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. باختصار شديد جدا يا جماعة لأن الحديث ده مهم جدا فهم الإيمان وطبيعة الإيمان. رسول الله صلى الله عليه وسلم بيبين لنا وبيعلمنا إن في حلال بين
وفي حرام بين، وفي النص أمور مشتبهة من المباحات اللي لما بتزيد فيها بيبقى حرام. فأنت المفروض تعمل إيه؟ قوة الإيمان بتخلي عندك قوة ورع وقوة تقوى، وبعض أمور أنت بتتورع عنها وبتتقي الله فيها وبتتركها لله حتى ولو كانت ممكنة ليك، ولكن أنت بتتورع عنها ليه؟ عشان لا تقع في الحرام. مثال الأكل، الأكل الحلال ما فيهوش أي مشكلة، ولكن ملء البطون حرام، زيادة الأكل بزيادة غلط طبعا، والله سبحانه وتعالى لا يحب وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كذلك المال، لما أنت تكسب مال من حلال طيب ده ما فيهوش أي حاجة، لكن التوسع في جمع المال لا، ده مشكلة كبيرة جدا جدا، ويخليك متعلق بهذا المال وتكون عبد للدنيا، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، فدي مشكلة كبيرة لازم أنت عارفها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعس وانتكس، إن الإنسان اللي بيعيش عبد للدنيا دي بتكون من أسباب انتكاسه فيما بعد. فعشان كده يا جماعة المرحلة التانية دي هي اللي بتؤدي إلى المرحلة الثالثة بعد ما يتغير القلب ويسود القلب، ودي اللي هتؤدي إلى المشاكل اللي في الحلقات الجاية بقى في الفتور والانتكاس، تغير القلب. زي ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الفتن لا تعرض على القلب كعرض الحصير عودا عودا أو عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا يعرف المعروف ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وقلب أسود كالمربادا كالكوز مجخيا لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر إلا ما أشرب من هواء. فهي دي المشكلة الكبيرة، إنك بعد هذه المعاصي وبعد وقوعك في هذه المعاصي يبدأ قلبك يسود، فتتقل عليك الطاعة ويحصل استثقال للطاعة، ويبدأ يحصل عندك تساهل في الوقوع في المعاصي، وبمقيتش بتنكر المنكر زي زمان. كنت قبل كده لما تيجي تركب عربية مثلا وتلاقيهم مشغلين أغاني ولا حاجة تستأذنهم بأسلوب ظريف، عايزكم يا جماعة الأغاني بقى، كنت بقى في مطعم ولا حاجة وتشوف حاجة حرام تحاول تغير بأسلوب كويس، دلوقتي بقيت عادي بتقعد مفيش عندك أي مشكلة. اعرف إن دي ظاهرة خطيرة لضعف الإيمان، لازم إن أنت تنتبه ليها. طيب هنعالج الحاجات دي إزاي وهنعرف الأمور دي إزاي إن شاء الله، وإزاي نعالج الفتور والانتكاس، هنتكلم بالتفصيل في الكلام ده إن شاء الله في الحلقات الجاية. الواجب العملي في الحلقة دي يا جماعة كتيب صغير جدا ولكنه جميل جدا، كتيب اسمه ظاهرة ضعف الإيمان، ظاهرة ضعف الإيمان للشيخ محمد صالح المنجد. الكتيب ده يا جماعة جميل جدا جدا، وهتلاقوا فيه تناول رائع جدا للموضوع، ايه هي ظاهرة ضعف الإيمان، ايه أسباب ضعف الإيمان، وكيفية علاج ضعف الإيمان. جزاكم الله كل خير. فنربي النفس على الإيمان.